نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تطرقت إلى مناقشة جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى عقد مؤتمر المناخ الشهر المقبل بحضور الرؤساء وقيادات دول العالم. الحقيقة يعني الجمهورية الجديدة اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها سمة لابد أن نأخذها في الاعتبار، أن مصر للمصريين جميعا، وأننا كلنا شركاء في التنمية المستدامة، وأننا معا نستطيع. ومعا نستطيع مش شعار، ولكنه على أرض الواقع هو مشاركة فعالة حقيقية عكسها فخامة الرئيس بإطلاقه للحوار الوطني. مهم جدا أنه الدعوة الكريمة اللي صدرت من السيد الرئيس حول اجتماع جميع فئات المجتمع على طاولة الحوار شيء محترم، شيء محتاجينه. أي دولة عايزة تكبر محتاجة إن هي تتحاور وتسمع كل فئات شعبها. ده اللي احنا عملناه، ويمكن التنسيقية بتجوب كل الشوارع بتتحدث مع جميع الفئات. عايزين نعرف فعلا الناس بتفكر في ايه، رؤاهم، أفكارهم، مشاكلهم.